مدينة طفس، أرقام فلكية بحرق بيوت هذه المدينة، حرق بيوت المدنيين بشكل كامل وعنيف وفظيع. انظر إلى هذا المنظر الذي حرقت فيه بيوت مدينة طفس بشكل كامل، ومعنا أحد الأخوة يحدثنا عن هذا البيت الذي أحرق بشكل عنيف وكامل. حدث الأخوة المشاهدين عن حرق البيت وماذا فعل جنود بشار الأسد عندما دخلوا إلى المدينة. هذا البيت مثل نسيبي بصير سهري، فاتوا عليه على البيت، هو عامل باطون وبرتبته 10-15 ولد، وقاموا بلشوا عامل باطون بيشتغل على تركه الباطون لمن بالليل ربع عشرة، وفاتوا ساب بشار الاسد وبلشوا حرق بالبيوت. نعم. عن ما خلوا لا غرفه نوم، لا خلوا فرشات، لا خلوا حصر، لا خلوا باب، لا خلوا شبابيك، لا خلوا مطبخ. اشكيهم لله. الشاب بشار الاسد تفرجوا لمن بالليله، ظل يشتغل صار له 20 سنه بيشتغل على بيت عمره غرفتين ويستر اولاده وعياله. اجوا الشاب بشار الاسد وبلشوا حرقوا البيت. ما بخافوا الله. وما بخافوا الله. جماعه لا بيحرموا ولا بيحللوا. حرقوا البيوت فارقوا. وان شئتوا ولا بيت بشار الاسد، اذا بتضل تحرق بيوت طفس كلها وبتدمر الكبير والصغير، لا نضل وراك وراك لحتى نرميك بالسلامه ويطلع اكثر من الكرسي تبعك. بإذن الله تعالى بشار الأسد مهما قاتل مهما قتل ومهما حرق أنفاسه معدودة، سيقتل وسيحرق وسيدمر وسيداس تحت أقدام الجيش الحر بإذن الله سبحانه وتعالى، إلى أنه أحرق مدينة درعا. هذه هي سياسة الأرض المحروقة، حرق البلد، تدمير البلد، نهب البلد، لأنه مجرم وكل عصابته ونظامه مجرم. ماذا تقول الرسالة الأخيرة لهذا النظام المجرم؟ بنودي رسالة لبشار الأسد، أولاد بشار الأسد، مرض بشار الأسد، وكل شيء بخص بشار الأسد، الله ينتقم منه وينزف دم أولاده ونسوانه وعرضه وأحفاده مثل ما بتش العالم عنا وحرق قلوب العالم، الله يحرق قلبه ويخلصنا منه، وإن شاء الله الله عن قريب سبحانه وتعالى بريحنا. إن شاء الله. حرقوا زلمة فارس كثير بدور، حرقوا زلمة فارس، زلمة فارس بدور.